من الأشياء العجيبة عجيبة صراحة. التقينا في صلاة التراويح، التقيت بواحد من زملائي، سلام عليكم السلام يلا حيا، فجاء زميل له مو بلي زميل له هو، فسلم وكذا، تقهوى عندي ردها قلنا خلاص، فتقهوينا عنده. جاء واحد ثالث في القهوة ناداه هو، فاجتمعنا يمكن خمسة. كم اجتماع الحين؟ كم لنا من اجتماع الآن؟ اجتماع واحد بس. ايه، ثم تقهوينا اجتماع ثاني، ثم سبحان الواحد الأحد قال واحد منهم ان ورا ما نطلع للبر ونتمشى، وين ربعك اللي بغيت تطلع معهم للبر احيانا تخططون ولا يصير، ومتى يصير ومتى تترتب ولا لا؟ صادق. هذه ترتبت بشكل عجيب سبحان الله، وكلهم وافقوا وطلعنا للبر. ثم يريد الله عز وجل انه يكون امطار ذاك اليوم، مطر شديد ما تقدر تقعد في الارض البر، فراح بعضنا ما ادري ايش بيجيب، وبقى اثنين انا واحد من الزملاء، فسولف انا وياه وذا، وانا قلت والله ان انا بعد على ما قال واحد من الاخوان ندور له وكذا وكذا، قال هذا موجوده بنت عمتي. وش طيب ما زين، طيب رد هاته كذا، زاروهم وافق رد خذها. هي ذيك الطلعه للبر اللي طلعناها، والله ما طلعنا غيرها. هاي الله يقدر الله الأسباب. إيه، ولذلك تقدر الأسباب من حيث لا تشعر. لا صحيح. يعني جاء من هناك، ولذلك حتى الشباب اللي يخطبون الآن في بعضهم يخطب ولا يوافق له، يردونه يردونه يردونه، لا يضيق صدرك والله أنها مرتبت لك في على مقال تقديرها العزيز الحكيم سبحانه. فلا تحزن، نفعل السبب بس ولا عليك من الباقي. يعني أنا أعرف واحد وصل مرحلة يقول أنا ضاري ما عندي معرس، قلت يا رجال والله أنها تنتظرك لا تستعجل، فيه هي تنتظرك الحين بس عاد ما بعد كتبها الله، ثم سبحان الله تزوج وزانت أمورها. فالزواج عجيب ومساره عجيب سبحان الله. وكم من ناس يمكن عقدوا أو ما بعد ولا كتب الله نصيب بينهم، نعم، وصارت يعني. فلذلك يا رب أنا بس عندي